سنوات كنت متمردا على الدولة وعلى أميرها المقتدر. ها هي قوة أرطغرل. أنا أقسم بشرفي بأن الانتقام لك سوف يكون من نصيبي أنا، وسأدخل فاسي هذا في رأس من غدر بك، وأقسم أنني لن أدع حتى أنتقم. قبل أن يجف دم سيدنا أرطغرل سوف نأخذ بثاره ممن فعلوا به هذا. يقولون أرطغرل حي، هو لم يمت؟ إن كنت سيدا فعلا فيجب عليك أن تعرف حدودك. بعد نصر سلطاننا في حربه سيأتي الدور على هذه القلعة. سأدفن أريس في هذه الأرض كما دفنت أرطغرل. انتشروا في كل مكان وليهاجموا أي تركي يرونه بدون رحمة. أريدهم أن يصبحوا مسجونين في قبائلهم. أنا ابن سليمان شاه دوندار، أطلب أن أكون سيدا لقبيلة الكاي، ولتعلموا أن الانتقام لأخي سيكون دينا على رقبتي. من أجل الحفاظ على قضية السيد أرطغرل أطالب بالسيادة.